وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عدنان أبو حسن، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. أستاذ عدنان، بعد التحية، يعني ضعنا في المشهد أكثر لديك، خاصة يعني بعد استهداف مدرسة خاصة بالأونروا، ونحن نعلم أن المدنيين الفلسطينيين في هذا الوقت يلجؤون للاحتماء بالمدارس المختلفة. نعم، بشكل آمن عملي في قطاع غزة. يعني غزة هي مكان الأكثر ازدحاما على وجه الأرض. ألقيت حجرا في غزة فتصيبين وتقتلين الناس، فما بالك بالصواريخ والدبابات والطائرات. أصيبت لنا حوالي 22 مؤسسة ومنشأة، منها حوالي 12 مدرسة بأضرار، إما بإصابات مباشرة أو غير مباشرة. قبل يومين إحدى مراكز الإيواء التابعة لنا أصيبت بقذيفة أو بصاروخ، لا نعرف طب، ولكن نتج عن ذلك مقتل فلسطينيين كان في داخل هذه المدرسة وأصابت بعدين، منهم 3 من موظفي الأونروا. أيضا كان هناك أيضا إصابات، وهكذا حتى مقر المفوض العام هو مقر رئاسة الأونروا والتي تدار من خلاله عمليات الأونروا في سوريا ولبنان والأردن والضفة وغزة والقدس الشرقية، وهو موجود في قلب مدينة غزة، خرج عن الخدمة الآن. لذلك نعم، الناس تأتي إلى مدارس الأونروا لأن هناك هذه منشأة تتبع الأون تدفع العلم، بالتالي ممكن ان تكون امنا نسبيا، لكن عمليا كل معرض للخطر ولا احد يعرف كيف متى وكيف. وهناك الكثير مما اصيبت بيوت معينه، ولكن الدمار طول هذا البيت كان مخيفا، والجرحى اصلا كان مخيفا. بمعدل الجرحى في غزه كل يوم حوالي 1000 جريح، وهذا لا قبل على الاطلاق بالمستشفيات في قطاع غزه لمواجهه هذا الكبير. اصلا هذا القطاع الطبي متهالك بالاساس، يعني نحن نرسل، يعني غزه ترسل المرضى الى مصر والى الاردن والى الضفه من اجل العلاج. القطاع متهالك، تنقص الخبرات والامكانيات و الأدوية، ولا قبل له بما يحدث اليوم. صحيح. يعني أستاذ عدنان، يعني كيف ترى، يعني هل هناك ازدياد في أعداد الشهداء بسبب الجراحات الشديدة اللي تعرضوا لها نتيجة القصف على هذه المدرسة؟ شوفي، ما يحدث في قطاع غزه ان البعض يموت ايضا من الجرحى، لانه لا امكانيات لعلاج. نعم، وهذا كان سؤالي يا فندم ايضا. نعم، انه الامكانيات لعلاج المصابين. نعم، الامكانيات بصراحه محدوده وده للتصعيد. انا هل في اليوم وهذا في الهائل، يعني وأيضا أخرى في غزة، انقطاع المياه، عدم المواد الغذائية تنفد، كهرباء صفر، لا توجد كهرباء ولو دقيقة واحدة في قطاع غزة. وهذه الإشكالية الكبرى تعطل محطات المياه، تعطل منظومة الصرف الصحي التي تضخ الآن مباشرة في المياه الجوفية، المياه التي تشرب الناس إلى الأبار مباشرة، مياه ملوثة مسممة، نسبة مياه غزة 10 أضعاف العادية. ومن يعرف علميا ماذا تعني النيترات يعرف أنها أكبر مسببات سرطان، لذلك بسبب عدم وجود هذا الحصار غير مسبوق في ظل إغلاق المعاهد. غزة ليست دولة سيدتي، غزة عبارة عن قطاع محاصر منهك لا حول له ولا قوه، وكانت تعتاد يوميا كما يقولون كعمال مياومه
يعني يوميا تدخل 600 شاحنة من معبر كرم أبو سالم، وضغط شاحنات من معبر رفح إلى قطاع غزة من أجل، ويوم بيوم يعني لا توجد إمكانيات دولة للتخزين مثلا لستة شهور، أو نقول إنه مادة القمح هذه تتخزن على الإطلاق، هم يعيشون يوم بيوم. لذلك هذا التصعيد تصعيد قاتل. آفة هذا الحصار سيؤدي إذا استمر بهذه الطريقة إلى نتائج وخيمة لا يحمد عقباها. والحقيقة أنه يعني القيادة السياسية المصرية كما رأيتم، والشعب المصري بأكمله، خلف طبعا كل المدنيين وإخواننا بقطاع غزة. لكن أيضا يا فندم وحضرتك المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة، حدثنا أكثر عن مجهودات الأمم المتحدة يعني في رفع هذا العبء وإيصال المساعدات أيضا إلى المدنيين وخاصة المصابين والمجروحين بالقطاع. هناك اتصالات مكثفة يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة. اليوم هو كان في مصر عقد مصمم صحفي، وكان معه ايضا حوض الأونروا السيد ايد لازاريني الذي زار مصر قبل ذلك. وهناك تنسيق كبير بيننا وبين الهلال الاحمر المساعدات، ونحن نقدر دور المصري الكبير في دعم الذي يذكر كل خطابات دور. يعني هذه كانت بصراحه اعتراف اللاجئين الفلسطينيين في غزه، نقدر ذلك. الحقيقه ما يحدث على الارض الان ان المعابر هي مغلقه. يعني نحن قدمنا للمجتمع الدولي نداء باننا بحاجه الى 104 ملايين دولار. تقريبا حصلنا على 60 مليون، لكن 60 مليون دولار حتى نحن اشتركنا، لدينا فريق يعمل في الجانب المصري الان في منطقه العريش والقاهره ايضا، مكتبنا يعمل من اجل تامين المساعدات، ولدينا التمويل، يعني جزء من التمويل وقادرون على الشراء. إسرائيل تغلق المعبر كرم أبو سالم الذي تدخل من خلاله 90% من احتياجات قطاع غزة، وهذا شيء خطير للغاية. يعني أنا حتى لو كان معي كل المال، في النهاية ما فائدة المال إذا لا أستطيع أن أدخل المواد إلى قطاع غزة؟ صحيح. جزيل الشكر لك أستاذ عدنان أبو حسن المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة. شكرا لك.